اهلا بحضراتكم في الشارع الابيض، وخلينا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده، واللي كان بيتكلم عن هل تتوقع ان يواصل جوميز الاعتماد على اللاعبين الكبار امام الداخليه ام سيعود للدفع بالشباب؟ تعالوا كده ناخد اراء ورسائل جمهورنا على السوشيال ميديا، ونبدا من عند احمد عبد الفتاح. صبح عليك يا احمد. وبيقول اتوقع ان يبدا جوميز باللعيبه الكبار ثم يستعين بناشئين اذا تم حسم النتيجه حسب مجريات المباراة. يوسف امبابي مصبح عليك، بيقول اتوقع ان جوميز هيلعب باللعيبه الشباب، ودي هتبقى فرصه كويسه ليهم وللموسم المقبل. سامح عزت بيقول صباح الفل عليك يا سامح، بيقول اعتماد جوميز على الشباب فكره كويسه، لكن لازم يبدا بمجموعه من الاساسيين عشان يكسب الماتش، وبعد كده يغير عشان الشباب دول يكون عندهم ثقه في النفس وثقافة الفوز وما يلعبوش تحت ضغط. وبالتوفيق للزمالك، عاش الزمالك وجمهوره العظيم. حسين الزملكاوي بيقول من وجهة نظري ان يبدأ باللعيبة الكبار ويضمن المكسب، وبعد كده ينزل، يعني بعد كده ينزل باللعيبة الكبار اهم حاجة. ماشي، انت قلت اللعيبة الكبار مرتين يا حسين. ماشي، بيقول اهم حاجة عند الزملكاوية ان كل ماتش للزمالك الفوز، وان يكون في المربع الذهبي عشان ده نادي الزمالك، نادي كبير ولازم يخرج من الموسم في مكانه الطبيعي. يعني مربع الذهبي يعني عمره ما كان المكان الطبيعي نادي الزمالك، دايما المركز الاول هو المكان والهدف لنادي الزمالك، وده اللي ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك هيشتغل عليه من خلال الموسم الحالي وحتى بدايه الموسم القادم، اللي ان شاء الله نادي الزمالك يرجع تاني لمنصات التتويج في بطوله الدوري وفي اي بطوله هيشارك فيها خلال الموسم القادم. نروح لعلي محمد يوسف، بيقول افضل حاجه دلوقتي ان جوميز يعتمد على الشباب ويدي فرصه للعيبه اللي مش يعني ما خدوش فرصه كامله طوال الموسم، وكمان يريح زيزو عن يريح زيزو عشان ماتش السوبر. كده كده زيزو مع المنتخب الاولمبي علي، وان شاء الله باذن الله يعني يعمل اللي عليه ويقدم كل حاجه عنده لمنتخبنا، وانت عارف طبعا اهم حاجه مصلحه منتخباتنا المصريه. نروح لمؤمن، بنصبح عليك يا مؤمن، وبيقول يعني اعتقد ان الاعتماد على اللعيبه الناشئين هو الخيار الانسب بالفتره دي، ولازم ينزل ببعض اللعيبه الناشئين مثلا 3 أو 4 لعيبه علشان ياخدوا ثقه ويبانوا، واتمنى التوفيق لنادي الزمالك. احمد البدري بيقول لازم يبقى في دمج بين الاثنين، لاننا برضو عايزين نكسب عشان على الاقل نختم الدوري في المربع الذهبي. أيمن الفيومي بيقول أتوقع إن يتم تجربة أكبر عدد من اللعيبة الشباب والبدلاء. كمان صرح جوميز إنه هيستغل الثمان ماتشات اللي جاية في الدوري لإراحة اللعيبة الأساسية، لما هو يعني أهم الأهم يعني كأس مصر والسوبر أفريقيا، وبداية قوية إن شاء الله في الموسم القادم. كل الدعم والتوفيق للجهاز الفني اللي فيه الخير لنادينا الملكي العظيم. شكرا يا أيمن، وشكرا ل كل جمهورنا وعلى كلامهم ورسائلهم، وان شاء الله باذن الله زي ما قلنا في بدايه الحلقه مستر جوميز هو اللي موجود وهو اللي شايف مين الانسب انه يشارك خلال المباريات اللي جايه.